ومع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزه بدات صحف غربيه تعترف باخفاق اسرائيل في تحقيق الاهداف العسكريه التي اعلنتها باعتبارها غير واقعيه مبديه تساؤلات عن كيفيه انتهاء هذه الحرب. صحيفه التايمز البريطانيه التي سالت عما اذا كانت اسرائيل تخوض مهمه مستحيله في غزه رات ان بعد اكثر من شهرين من القتال والقصف فإن الهدف العسكري الإسرائيلي المعلن بالقضاء على حماس قد يبدو غير واقعي، وأضافت أن تاريخ الحروب أثبت في العقود الأخيرة أن الأهداف العسكرية الأولية يمكن أن تكون بعيدة المنال أو مبالغا فيها وفي بعض الحالات عرضة للتغيير، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قصفت بشكل منهجي المباني في غزة مدعية أنها مراكز عمليات لحماس، ومع ذلك لا تزال الحركه تعمل كوحده قتاليه وفي حين لفتت الى ان مصير المدنيين الفلسطينيين اصبح الان في قلب مخاوف واشنطن بشان الطريقه التي تدير بها اسرائيل الحرب رات الصحيفه ان اي نصر تكتيكي بقتل يحيى السنوار وقاده اخرين لن يكون له اهميه وستنتشر ايديولوجيه حماس لاجيال قادمه مجله فورين بوليسي نشرت مقالا يجمع اراء دبلوماسيين وباحثين عن كيفيه انتهاء الحرب على غزه واشار فيه الدبلوماسي الامريكي السابق دانيال كيرتزر الى ان الحرب الاسرائيليه كان تاثيرها على المدنيين وحشيا وراى انه لا بد من وقف النار وان تتوقف اسرائيل عن الوعد بانها سوف تدمر حماس ووصف هذا الهدف الذي حددته اسرائيل بالفارغ اذ يضعها في مازق فهي اما ستبدو ضعيفه اذا تراجعت عنه واما يتعين عليها ان تبقى في غزه بحثا عن اخر مقاتل من حماس وسيكون ذلك بعيد المنال وزعم ان اضعاف قدره حماس على العمل في غزه يشكل هدفا عسكريا اكثر واقعيه. في صحيفة ذهيل الأمريكية رأى يوهانس لينغ أنه يتعين على إسرائيل أن تتعلم دروس حروب أمريكا في فيتنام وأفغانستان وأن مسار التصعيد الذي تتبعه إسرائيل حاليا سوف تكون له نتائج عكسية كما فعلت حملة القصف الأمريكية في فيتنام وأوضح أن كل غارة جوية وكل مدني يسقط وكل يوم في الحرب تضعف إسرائيل على المدى الطويل واضاف ان المنطقه الخطا المتمثله في القضاء على حماس يعمي رؤيه نتنياهو فالدعوه الى القضاء على حماس هي دعوه مفتوحه لاباده جماعيه وبحسب الكاتب من اجل التوصل الى حل دائم يتعين على السلطه الفلسطينيه بعد اعاده تشكيلها التحالف مع الاطراف السياسيه المعارضه بما في ذلك حماس وعلى المدى الطويل البحث في مساله سلاح الجماعات على طاوله المفاوضات من جهته رأى جيريمي سكاهيل في موقع ذا انترسبت الامريكي ان الحرب الدائره في غزه هي ليست ضد حماس وانما ضد الشعب الفلسطيني باكمله وان فكره الحرب ستنتهي اذا تمت الاطاحه بحماس وقال رغم ما شهدناه من دمار وقتل للمدنيين يواصل جو بايدن وغيره من المسؤولين الامريكيين الدفاع عما يجري من خلال طرح فكرتهم الباليه عن حق اسرائيل في الدفاع عن النفس واضاف على الرغم من كل الوقت الذي استهلكه وزير الخارجيه أنتونيو بلينكن وغيره من المسؤولين في التظاهر بمسألة حماية المدنيين الفلسطينيين فإن ما تكشف على الأرض ليس أقل من تجميع سكان غزة وقتلهم وبحسب الكاتب سواء بوجود حماس أو بدونها ستستمر حرب إسرائيل على الفلسطينيين بسبب السياسات الخارجية الأمريكية. مجلة الايكونومست البريطانية اشارت بدورها الى ان ما حصل في السابع من اكتوبر قوض المفهوم الاستراتيجي الذي سمح لاسرائيل وقسم كبير من العالم العربي بتجاهل محنه الفلسطينيين واضافت انه لم يعد بوسع احد ان يتظاهر بان الحوافز الماليه والضربات الجويه الاسرائيليه قادره على السيطره على حماس. وأضاف أنه أمام قتمات المشهد لم يبق سوى أمل وحيد هو تحقيق السلام